حالات التشجيع في شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير. ايوه انت عايز تبقى رشيق، تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. والنهارده اول ايام شهر رمضان واول حلقات في هذا الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يكون شهر خير وبركه وانتصارات على كل شيء وحش ان شاء الله باذن الله، ومنها سجن الدهون اللي انت فاكره ان هو السجن عنيد. سجن عنيد لانك كنت بتقول لنفسك ان انا مش هقدر اخلص من السجن ده لاني بحب الاكل، الاكل ده حياتي، الاكل ده مش هقدر استغنى عنه. ساعتها اول يوم رمضان وربنا قال لك كتب عليكم الصيام، خلاص قطعت مية وقطعت أكل، ما بتاكلش ولا بتشرب حاجة، وقاعد كده زي الأسد، ما بتحش حاجة في بقك خالص، ما بتلمسش بقك تقريبا. ساعتها تعرف ان انت عادي جدا تقدر ان انت تمنع الاكل تماما، مش بس ان انت تمشي على نظام غذائي، لا ده انت عندك ارادة وعندك قوة ان انت توقف اكل وشرب وساعات طويلة. في مننا ناس بتصوم اكتر من 20 ساعة في بعض الدول، وساعتها هتلاقي ان انت ايه ده، ما انا عندي ارادة اهو، طب ما انا اقدر امنع الاكل اهو، طب ما انا اقدر ان انا اعمل دايت عادي، ايه المشكلة، ده الدايت على الاقل فيه اكل، لكن ده الصيام وبقدر على ده. قول لنفسك بقى وركز قوي على النقطة دي، وقرب كده من نفسك وقول لنفسك ايوه صح، ده انا عندي ارادة، ده انا عندي قوة، ده انا اقدر ان انا فعلا امنع الاكل. وهو ده اللي انا كنت دايما اقوله لنفسي لما كان وزني 122 كيلو، وكنت الاقي كرش كده قاعد قدامي واقعد اقول لنفسي انا عمري ما هخس، انا عمري ما هوصل لهدفي، انا عمري ما، انا بص انا هعيش واموت كده. وإذ فجأة لقيت من جوايا في إرادة فعلا، في رحلة، في حاجات تقدر ان انت تغيرها، في رحلة تغيير سهلة ممكن تمشيها. ساعتها بتعرف معنى الإرادة القوية. لو انت بقى ركزت على النقطة دي خلال ساعات النهار وفضلت تقول لنفسك ان انا اقدر فعلا ان انا ابعد عن الاكل، ويجي قدامك الاكل في الفطار تقدر ان انت تتحكم فيه وتقدر ان انت تمشي على النظام الغذائي الصحي، وقتها هتلاقي نفسك ان انت يومين ثلاثة اربعة خلال شهر رمضان امتلكت ارادة قوية. يعني اوعدك ان انت خلال ثلاثة ايام في رمضان بس تقدر ان انت تملك ارادة من حديد، طول ما انت عمال تركز مع مخك ومع عقلك ان انت تقدر ان انت تستغنى عن الاكل ككل، وان انت بعد الفطار مش تروح تعك اول ما تشوف الاكل تقول ايه ده بقى، انا نسيت اللي فات، نبتدي بقى من جديد بس بعد الاكلة الحلوة دي، وتبدأ ان انت تقعد تفرم الاكل اللي قدامك وتقضي على الاخضر واليابس، مش بعيد مثلا تاكل مفرش السفرة كمان. فهتلاقي نفسك ان انت رجعت تاني خطوات للخلف، وتيجي تشتكي، وتاني يوم نفس الموضوع، وتلاقي رمضان عدى عليك وفات، وتلاقي ان انت بدل ما تخسر وزنك لا ده انت خسرت صحتك وكمان وزنك زاد. علشان كده هيبقى اكيد معانا نموذج من الناس اللي هتلتزم واللي هتوصل مع اخر شهر رمضان الكريم وهي بكامل رشاقتها، اما في ناس هتلاقيها ان هي نسيت نفسها وكملت في العك بتاعها وقعدت تقول لك اصل شهر رمضان شهر الحلويات. لا، ربنا قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وطبعا أنا مش عالم دين علشان أفسر الآية، ولكن التقوى بقى حاجات كتير بقى، إن أنت تحس بالفقراء، إن أنت تحس بالجوع، إن أنت تمنع نفسك عن الشيء الحلال فبالتالي ممكن تمنع نفسك عن الشيء الحرام، وهكذا حاجات ومعاني كتير جدا. الصوم مش حاجة سهلة أبدا، الصوم حاجة يعني قوية جدا. علشان كده أنا دايما ضد الناس اللي تستخدم الصوم علشان تخس، لأ الصوم ربنا كتبه علينا علشان نتقي الله، مش علشان خاطر نخس، ولكن نأخذ منه المعاني القوية من الإرادة، إن أنا بصوم لله، إن أنا منعت نفسي عن الشيء الحلال خالص، وبالتالي أقدر إن أنا أتحكم في نفسي في أي حاجة تاني. أرجوكم ركزوا على النقطة دي، ولو أنتوا ركزتوا عليها صدقوني هتلاقوا الموضوع معاكم ماشي زي الفل، وهتلاقي إن أنت بعد 3 أيام بالظبط هتصنع إرادة من حديد.
يلا بينا بقى نشوف اليوم الاول عندنا هيكون فيه ايه. والحقيقه اليوم الاول في اغلب الانظمه هيكون عندنا وجبات مفتوحه او وجبه مفتوحه في الفطار. السحور بتاعنا هيبقى غالبا كلاسيك يعني في نشويات، وكمان هيبقى الفطار بتاعنا في وجبه مفتوحه. ودايما الانظمه بنبتدي من السحور وننتهي بالفطار، طبعا يعني اكيد السحور الاول وبعد كده الفطار عشان بس نبقى متفقين مع بعض. ولكن في النهايه قبل ما نروح نشوف النظام بتاع اليوم الاول، فليشهد الله اني احبكم في الله، وانا بشكركم جدا ان انتم شجعتوني وشدتوني كده تاني علشان اطلع اشجعكم مهما كان التعب. انا معاكم ان شاء الله باذن الله، وهفضل اشجعكم لغايه اخر نفس معاكم، لغايه اخر واحد فيكم يخس ان شاء الله باذن الله. والله انا بشكركم جدا وبشكركم من قلبي. السلام عليكم. طبعا نظام اليوم الاول لذيذ وسهل جدا، لانه يعني في وجبات مفتوحة أو في وجبة مفتوحة. فتعالوا نشوف كده. طبعا نبدأ بنظام جميع الأوزان. نظام جميع الأوزان زي ما شايفين كده، لو احنا ركزنا هنلاقي ان يوم واحد رمضان هيكون عندنا النظام رقم 6. طب ايه نظام رقم 6 ده؟ اهو زي ما شايفين كده، السحور بتاعنا اللي بيبتدي بوجبة زي المشروب زي ثمر الفاكهة، او يتكون من وجبة ومشروب وثمرة فاكهة. بنختار اختيار واحد من الوجبات زي ما انتم شايفين كده. اختار اي اختيار متاح عندك في البيت، اكيد هتلاقي حاجة من دي موجودة عندك في البيت، مع مشروب ساخن اللي هو كوباية حليب مع ثمرة فاكهة برضو المتاحة، وهتلاقي في اختيارات كتير جدا لثمرات الفاكهة. طيب نصوم بقى على بركة الله، وبعد كده وقت الفطار. وقت الفطار هنعمل ايه؟ هناخد المشروب بتاعنا سواء التمر بالحليب، تنقع كده 3 تمرات في كوباية حليب او كوباية قمر الدين. ولكن يعني انا دايما ما بحبش الحاجات المصنعة، ولكن يعني الدارج او اللي انتوا بتحبوه دايما بيكون فيه قمر الدين او المشروب اللي قدامك على السفرة، او خروب مثلا، او تمر هندي. بس تمر الهندي اتفقنا ان هو يكون تمر الهندي الاصلي، لو تعرف تعمله بمحلى صناعي او باستيفيانا مثلا يبقى افضل. لكن يعني لو تاخد التمر بالحليب كسنة افضل بكتير. وطبعا ده فقط في الايام اللي فيها وجبات مفتوحة، غير كده ما عندناش اختيارات اخرى غير التمر بالحليب 3 تمرات او معلقة العسل بالحليب. غير كده ممنوع العصاير تماما في الفطار، العصاير اللي بتحط قدامك دي والخشاف والكلام ده كله ممنوع. طبعا كوباية الخشاف بتكون فيها كمية سعرات حرارية تكفيك 3 سنين قدام، فبلاش الخشاف، خلينا في الحاجات الخفيفة يعني افضل بكتير جدا من الحاجات دي. طبعا اختيارات الوجبة المفتوحة، تقدر ان انت تاكل اي حاجة موجودة عندك وقدامك، ولكن اول ما تحس بالشبع او بداية الشبع تقوم من على الاكل. ولكن احنا حطينا لك بعض الاختيارات يعني كنوع من النماذج للوجبة المفتوحة تبقى عاملة ازاي، زي مثلا طبق متوسط من الفتة، فتة ولحمة مثلا، واتنين قطعة لحمة عليها شوية الصوص الاحمر بتاع الفتة دوت، طبق سلطة، كوباية ايس كريم او مهلبية او حتة بسبوسة صغيرة كده، يعني ايه دلع نفسك، او فرد حمام محشي فريك او رز زي طبق سلطه خضراء زي صحن جيلي مثلا، او صحن شوربه سي فود لو انت تاكل سمك، زي السمك بوري، زي طبق رز، زي ربع جمبري، يعني شويه كده سي فود كده ايه تدلع بيهم نفسك، تلت مشكل كفته كباب ريش، الحاجات يعني تقدر تاخد ده او ده او ده او ده، يعني عندك حاجات كتير جدا واختيارات كتيره تقدر ان انت تختار منها، او تاكل الاكل اللي قدامك في البيت، ولكن اول ما تشعر بالشبع تقوم من على الاكل فورا. طبعا ما ينفعش ان احنا ناخد وجبه فري في السحور، ولكن الوجبه هتكون في الفطار بس. حاول تشرب ميه بين الوجبات بشكل مستمر، ده هيكون افضل بكتير جدا. طبعا عندنا وجبه خفيفه بين الفطار وبين السحور اللي هي عندك ثمره فاكهه. وطبعا يعني لو تقدر تصوم بعد الوجبه المفتوحه 3 ساعات كده تشرب ميه بس يبقى افضل، هيبقى صيام الصبح وصيام بالليل يا باشمهندس، علشان تدي فرصه للمعده كده ان هي تهضم الاكل وتتعامل مع الاكل احسن ما تقفش منك وتزعل منك. طبعا ده نظام المرضعات، نفس الكلام اليوم الاول في شهر رمضان هيكون النظام رقم 6. والنظام رقم 6 نفس الكلام اللي فات بالظبط، يعني نفس الكلام، الانظمه في اليوم ده بتكون شبه بعض بشكل كبير جدا. نفس الكلام عندنا السحور اختياراته ويتكون من وجبة ومشروب وثمرة فاكهة، الاختيارات الفطار نفس الكلام، تاخد وجبة مفتوحة وهكذا.
طيب نروح بقى لنظام الأشبال، برضو نفس الكلام، نظام رقم 6 وبرضو اختيارات نفس الاختيارات بالظبط. طيب نظام الصيام الطويل، الناس اللي هتصوم ساعات صيام طويلة برضو نفس الكلام، ولكن عشان عندهم 4 أنظمة فقط فهيكون عندهم النظام رقم 4 هو النظام اللي مفروض هياخدوه، اللي هو برضو الوجبة المفتوحة في الفطار، لأن نظام الصيام الطويل عندهم بس 4 أنظمة بننوع فيهم علشان خاطر ما نضغطش عليهم بزيادة، وبالتالي هيكون برضو عندهم وجبة الفطار مفتوحة، والسحور هيكون كلاسيك فيه يعني الخبز والحاجات اللي هي اللذيذة دي. طيب نروح بقى لنظام الغير صائمين اللي هيكون مختلف شوية، وطبعا نظام الغير صائمين احنا عملناه علشان الناس اللي مش بتصوم، سواء المسيحيين او الناس اللي عندهم مشاكل مش هيقدروا يصوموا فيستشيروا الطبيب، وطبعا ويبدأوا على نظام الصيام او الغير صائمين هيكون عندهم النظام رقم 6، والنظام رقم 6 هيكونوا فيه وجبتين مفتوحين، طبعا وجبة عندهم بقى 3 وجبات لأن هما مش صايمين، وبالتالي هيكون عندهم الفطار فيه وجبة مفتوحة، والغداء فيه وجبة مفتوحة، والعشاء هيكون فيه مفهوش وجبات. وطبعا احنا بنحاول ان احنا يعني نضم كل الأنظمة علشان نخاطب كل الناس بكل الفئات علشان الناس كلها تتشجع، ودي النية يعني. فتحياتي ليكم، وطبعا ده كان نظام اليوم الأول خلال شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير، ويا رب كده تكونوا استفدتوا، وأتمنى لو عجبكم المحتوى بهذا الشكل إن احنا نشجعك يوم بيوم بهذا النظام اكتب لنا في التعليقات واضغط لايك علشان نشوف إن في تفاعل كبير جدا على هذه الفيديوهات علشان نستمر إن احنا نقدم لك المحتوى ده يوم بيوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس، أسهلها إن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما أنتم شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس الصفحة الرئيسية، وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس، وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم، وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس.